مين اقوى قطاع ناشئين في الدوري الممتاز في رايك، بما ان انت يعني بتاخد تجربه التدريب في قطاع الناشئين؟ اعتقد النادي الاهلي، لان النادي الاهلي من سنين، يعني انا لعبت في ناشئين النادي الاهلي، فمن سنين النادي الاهلي مهتم بالقطاع ومصاريف القطاع والمدربين. ممكن شويه المدربين بدات اسماء تقل شويه عن الاول، لما كنا مثلا بنشتغل مع في النادي الاهلي كنا معانا اسماء جباره كانت ماسكانا، لكن دلوقتي اعتقد الاسماء قلت شويه. يعني انا الفتره اللي كنت في النادي الاهلي كان كابتن بدر رجب، كابتن محمد وهبه، كابتن حمد المصري، كابتن فوز كوتي، كابتن مجدي طلبه، كابتن محمود صالح، كابتن علي عبد الرحمن، كلهم كانوا نجوم، كابتن يعني. علي ميهوب، كان كلهم نجوم. فانت لما تأسست كويس، ودي الحته اللي دايما هي المشكله في البراعم لقطاع الناشئين وللفريق الاول. انت بتبص دلوقتي على المواهب يا استاذ محمد، قليله جدا جدا في مصر المواهب اللي تقول عليه موهوب، لعيب موهوب اللي واقف يباصي ويستلم ويسلم ويعرف يتحرك، ولما المدرب يتكلم معاه في شغل تكتيكي يبقى فاهمه وعارف ازاي يتحرك وعاوز فالموضوع قل. يعني ممكن النادي الاهلي مهتم جدا يعني، او هو احسن قطاع موجود حاليا، لانه بقاله سنين كتير جدا جدا. انبي كان بقاله فتره كبيره جدا بنفس القوه بتاعته فترات كبيره، لكن دلوقتي بدا يقل شويه برضه. المقاولين بدا يقل شويه، فاعتقد الاهلي ممكن بيراميدز بعد كده يطلع بعديه، لان بيراميدز عنده الامكانيات اللي هو تخليه قطاع ناشئين محترم وكويس. قول لي يعني ايه المواصفات اللي لازم تتوفر في الناشئ ما يجي يتقدم لاختبارات؟ يعني احنا شايفين فيه هوجه كل الناس عايزه تخلي ولادها لعيبه كوره، بتعمل ايه في المواقع؟ هل في مواصفات معينه؟ انت بتقول المواهب قلت، هل في مواصفات معينه في الناشئ لما انا بالنسبه لي عشان اخد لعيب يعرف يستلم ويسلم بس؟ بس بس ياه، ده كل الاستوديو انا بعرف يستلم ويسلم. لا ما هو ده استلام وتسليم في الملعب، ده حاجه تانية. يعني استلام وتسليم بالنسبه لي ده البدايه بتاعته، بعد كده اعرف اعلمه اي حاجه تانية، لكن ما اعرفش استلم ويسلم. اعرف الناس بس استلام وتسليم، بمعنى ان انا استلم الكوره واسلمها، ولا انا عندي رؤيه؟ يعني استلم صح، ان انا بتحرك استلم صح في الاماكن الصح، استلام مثلا بينه وبين اللعيب مثلا 3 4 خطوات، يعرف يستلم تحت ضغط ازاي، يعرف يعينه مثلا في الباص عامله ازاي، باص طويل باص قصير، الكلام ده كله. ده بالنسبه لي لو هو بيعرف يعمله بعد كده يعرف يتعلم اي حاجه. انا مش قصه اني بعرف ارقص ولا بعرف انط ولا بعرف لا ما انتهى الترقيص ده دلوقتي في الكره، في الكره العالميه دلوقتي وفي التكتيك الجديد والشغل الجديد او الكره الحديثه، كام لعيب بيعرف يرقص زي ميسي مثلا اللي هو يعرف يرقص 4 لعيب، مش هتلاقي الكلام ده. لكن اهم حاجه يعرف يستلم ويسلم ويبقى عنده البدايات الطبيعيه بتاعه الكوره، بعد كده تعرف تعلمه تكتيك، تعرف تقوي له الجزء البدني، تعرف تشتغل معاه على المهاره، على الفينش، على الاستحواذ، على الضغط، كل الكلام ده كله هيجي من الحته دي. تمام شغاله هتلاقيه يشتغل، مش شغاله ما وعدكش بأي حاجه.